إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت جالا تقع بئر عونة، ولهذه البئر مكانة تاريخية ودينية واجتماعية. فإلى جانب اعتماد أهل المدينة على مياهها لري أشجارهم، فهي لها ارتباط قدسي بالسيدة مريم العذراء التي مرت منها مع يوسف والطفل يسوع ليستريحوا ويرتووا من مائها. كاميرا نورسات زارت موقع البئر وأعدت التقرير التالي. من هنا ومن هذه المنطقة التي يطلق عليها بئر عونة يقع بئر عونة أو بئر المساعدة. هذا البئر الذي يعتقد بأن السيدة العذراء وابنها الطفل يسوع قد شربوا من البئر أثناء هروبها إلى مصر، ويذكر أنه امتلأ بالماء بطريقة عجائبية عند وصول السيدة العذراء إلى المكان لأنه كان فارغاً، فارتوت والطفل يسوع. ويقال بأن ركبة ويد السيدة العذراء طبعت على الصخر على فوهة البئر، ومنذ ذلك الوقت وما زال قائما حتى يومنا هذا. هذا البئر كان المصدر الرئيسي لحاجة الأهالي من المياه منذ 2000 عاما حتى اليوم، حيث كان الأجداد يروون البساتين منه، وكذلك الشرب والبناء والاستفادة منه ولأغراض عديدة. هاي المنطقة أثرية جدا وتاريخية جدا أيضا، ليس فقط لأهالي بيت جالا لكن أيضا في الكتاب المقدس، وتخصصا هذا الحديث يأتي من العهد القديم. ذكر في العهد القديم لأول مرة هذا البير لما ملك أشور أجا يحتل فلسطين أي الأراضي المقدسة، فتمركز جيشه في هاي المنطقة وفي هذا الوادي، حتى أطلق على فترة من الزمن أنه بئر سنحاريب نسبة لملك أشور اللي احتل أورشليم. ويقال أيضا أنه هذا البئر شرب منه الجيش اللي هجم الأورشليم القدس، صار عندهم نوع من التسمم فحلوا الحصار لفترة زمنية معينة. من أجل هذا سمي أيضا بئر عونة أي بئر الغنم وبئر سنحاريب في نفس الوقت. خلف هذا البئر في وادي بيمتد من هون لحديق المالحة، هذا الوادي اسمه وادي أحمد، لكن هي كلمة أرامية كمان، وادي الشكر أي أحمد الله الشكر، لأنه في ذاك الوقت لما الملك سنحاريب فك الحصار عن أسوار القدس اليهود فرحوا في ذاك الوقت وسموا وادي أحمد وباب وطبعا بئر سنحاريب لأنه نسبة من سنحاريب. بنيجي إحنا اليوم في العهد الميلادي، إحنا بنعرف إنه والدة الله العذراء مريم أتت من الناصرة حتى تكتتب في بيت لحم، وصار الولادة في بيت لحم. فحياة عذراء مريم في منطقة بيت لحم ما كانت عبارة عن يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، حسب ما بنعرف من الإنجيل إنه هيرودس طلب قتل الأطفال من عمر يوم لحتى سنتين أو من سنتين إلى دون. فإذا العذراء قعدت وتجولت وتنقلت من بيت لحم القدس في خلال هذه السنتين، وطبعا احنا بنعرف التنقل كان صعب على الناس انهم يحملوا معهم مي، فكانت من مدينة لمدينة تطلب من اهل المدينة ان يشربوا مي. كانت العذراء مريم مع الطفل يسوع المسيح ربنا وإلهنا، وطبعا مع مرافقها البار يوسف، كان يتنقلوا من بيت لحم للقدس عن طريق خلنا نقول واد احمد لانه من هنا اقرب طريق للقدس، فكانت تيجي هنا عشان تطلب من أهل القرية مي، أو تطلب حتى أنه تسقي الطفل تخفف عنه حر الصيف. فأهل المدينة ما كانوا يتعاملوا مع الغرباء، وطبعا اليهود عندهم عادات أنه التواصل الاجتماعي تواصل قرابة، فكانوا ينفروا من الغريب لأنه ممكن يكونوا وثنيين أو غير مؤمنين. فلما العذراء شافت انه مرفوضة من المجتمع الموجود في هذه القرية، اجت على البئر، ركعت على البئر وحطت ايديها على حمرة البئر، فما كان الا انه يسوع المسيح في هذا الوقت طلب من المية
إنها تطلع من المنبع الأساسي اللي هو على عمق 13 متر من الأرض اللي احنا واقفين عليها، تطلع لحدية الحمرة ويشرب الطفل وتسقي أمه. وطبعا رفيقهم كان البار يوسف، وطبعا المية رجعت لأعماقها بعد هذه العجوبة. وكما نرى تظهر آثار الحبال على الفوهة الصخرية العليا والتي كانت من خلالها تسحب المياه، وهذه دلالة على قدمها وكثافة استخدامها على مر العصور. البناء الحالي الموجود زي ما تشايفينه هو عبارة عن غرفة عربية كانت مسكرة من الأربع جهات، لكن بعد ما مشروع ترميم منطقة بيرعونة سياحيا كشفوا حتى يكون في منظر أدبي ومنظر جميل جدا للسياحة. نتأمل هذه السياحة تتطور في بيت جالا وخاصة في منطقة بيرعونة. في سنة 1867 إذا ما بنعرف بيت جالا مكونة من عشائر ومن حمايل ومن الحارات الخمسة، فهاي المنطقة تنتسب لحارة الدير وحارة الكنيس، أي إنه لما البجاجلة كانوا لاجئين ييجوا من مناطق أخرى على هاي المنطقة خوفا من الحروب التركية، فاستوطنوا وتوطنوا وأخذوا أراضي من البطركية. فما كان من بطركية الرومان أرثوذكس إلا أنها تحافظ على أراضيها وعلى عقاراتها، وكان هذا البير من أحد العقارات الموجودة في هذه المنطقة، وانبنت عليه هذه الغرفة الأثرية في سنة 1867، وكانت دخل الوحيد للمياه في بيت جالا. طبعا في ينابيع كانت تشح من فترة لفترة، لكن هذا البير كان دائما متوفر المياه، وهو البير الوحيد اللي سقى كل بيت جالا، البير الوحيد اللي كتير بجاجلة في سنة 1914 في الحرب العالمية الأولى توفرت لهم مياه من هذا البير، وبنوا أيضا من هذه المياه بيوتهم اللي احنا بنشوفها، البيوت القديمة حول بيرعونة، وكانوا كتير ينقلوا هذه المياه على الدواب ويبيعوها طبعا للميسورين حتى يسترزقوا من وراء هذه المياه. هذه المياه طبعا موجودة في جورة أو في مكان عميق موجود في البير، اليوم حاطين فيه مطور لسحب المي، لكن في ذاك الوقت كانت المياه أكثر غزارة من اليوم اللي احنا عايشين فيه، لأنه ما في استهلاكات سكنية زي اليوم، كانت المياه ترتفع أكثر وأكثر، عشان هيك كان في الدلو أو في الوعاء السطل الموجود معهم كان يرموه يطلعوا يا بالحبل زي ما انتم شايفين الحبال كانت عريضة، أو في الزرودة اللي كانت تمسك السطل حتى من ثقله ومن بعد وعمق البير. طبعا احنا بنقدر زي ما قالوا لي بعض الروائيين أو القدماء أو الموجودين حواليا من جدودهم أنه تحت في الحمرة الأصلية، لأنه تراكمات الزمن والأرض كتير ارتفعت مع الطمم، الحمرة الأصلية هي هناك موجودة ركبة العذراء، وهناك موجود مكان وضع اليد لستنا مريم في أسفل البير. بلديتنا بتعمل على تطوير هذا الحي، على عمله منطقة دولية ليس فقط سياحية مكانية أي محلية تسويق، لكن أيضا عملتها لدول أخرى. فمثلا في قبل 2019 عملنا افتتاح مع توأمة مع ألمانيا، وعملنا هذه التوأمة هنا في بيت جالا، وطبعا اسم التوأمة مع ألمانيا أطلقت عليها ساحة سترات برانز بيتشا مع بيت جالا. وهذا التطور ما أجا من الفراغ، لأنه بيت جالا هي منطقة تنتمي للخط السياحي مع بيت لحم مع بيت صحور مع الرعوات مع مرسابة، طبعا ما قليلة بيت جالا، هي معلم تاريخي جدا جميل، هو مغارة القديس نيقولاوس، كنيسة القديس نيقولاوس الأثرية السياحية.
حاولنا وبنحاول نعمل من هذا البير منطقة سياحية، لكن الظروف الاقتصادية اللي مرت في الكورونا في الواء حاليا احنا في وضع طبعا اقتصادي، وضع لا يسمح، لأن الوضع الحرب الموجودة مع أخوتنا في غزة لا تسمح أن نطور السياحة، لأن السياحة طبعا أغلقت أبوابها حاليا، لكن نتأمن البلدية تدعم هذا المشروع، تعطيه اهتمام، تعطيه شخصية اعتبارية حتى يكون مسؤول عن هذا البير. وممكن لأنه زي ما انتم شايفين على المعلم صليب تاريخي، ولأنه هذا كان عبارة عن ممكن نقول نقدر نعمله مصلى صغير يوم في الشهر، انه كمان اهلنا بيت جالا يرجعوا يتعرفوا على تاريخهم، يتعرفوا على المي اللي كانت يوم من الايام هذه المي هي مية الحياة. فنتأمل من البلدية ومن رجال أعمال عمال الخير إنهم يوجهوا أنظارهم كمان إلى هذا البير. عام 1867 بنيت غرفة صغيرة على البئر للمحافظة على مكانته وقيمته الكبيرة لأنه إرث ومزار. هذا المكان له مكانة مميزة من عدة زوايا دينية وتاريخية واجتماعية، فهي منبع ذكريات كونه مرتبطاً بالسيدة العذراء عليها السلام. للنرسات مارلين الحدوة من منطقة بئر عونة بيت جاله.